أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيميهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أتم لأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم الدين وأتم، والصلاة والسلام على من به يبتدأ كل مجلس للذكر ويختم، سيدنا محمد النبي المصطفى الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الحضور الكرام، يحظى هذا المحفل العلمي الكريم والجلسة النورانية بإطلالة ثانية لفضيلة الإمام الداعية الدكتور أسامة عبد الرزاق الرفاعي، أستاذ بكلية الشريعة جامعة بيروت التابعة لدار الفتوى،
متحصل على شهادة دكتوراه في الفقه المقارن، مفتي محافظة عكار بلبنان الشقيق وقاضيها، يلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه إتحاف الأحباب في الأدب مع الأصحاب، فليتفضل. شكر الله له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا قبل الموت وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، قياما بالشكر لله عز وجل أولا، ثم قياما بالشكر لمن كان سبب هدايتنا إلى الله عز وجل، عنيت سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يقول عنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في خطبة كتابه الرسالة: ما من خير نتقلب فيه إلا بإرشاد رسول الله، وما من نعمة نستشعرها أو نجدها إلا ببيانه عليه الصلاة والسلام. أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور وهدانا صراطا مستقيما. ثم قياما بالشكر لسليل هذه الدوحة المباركة الشريفة التي نتفيأ ظلالها جميعا ونعب من معينها وننهل من مناهلها، التي تتنوع وتصبح أفنانا تؤتي أكلها بإذن ربها كل حين. أصلها ثابت وفرعها في السماء، من أراد فيها وصلا وجد، ومن أراد حبا حصل، ومن طلب وصلا بعد انقطاع إن وجد، فإنهم تعودوا على وصل من قطع وعلى دوام الوصل لمن واصل وثابر. يقوم على هذه الزاوية المباركة الهبرية البلقائدية، ويعتني بعناية خاصة بالدروس المحمدية التي تستمد هذا المعنى من ذاك المعين. عنيت بذلك سيدنا ومولانا ومرشدنا فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد اللطيف بلقايد، الذي كان سببا في هذا اللقاء، وكانت الفائدة عميمة عندما يجد الإنسان نفسه بين يديه يستأذنه بالكلام ويستمد بمدده الذي نتمنى وإن شاء الله يكون ألا ينقطع، وأيضا يرى الإنسان نفسه في روضة من رياض الجنة، في مجلس علم، في بيت من بيوت الله، في زاوية عمرت بذكر الله عز وجل. هذه ما يمكن للإنسان أن يستشعر معانيها، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والمتطهرين، وأيضا يلاحظ الإنسان بأنه في بيئة تحتضن رجالا، ومع رجال يحتضنون أجيالا، يعملون على تخريجهم ليكونوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، والمهم وما بدلوا تبديلا ثباتا على الحق.
ومن وحي قول الله عز وجل: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أتينا ونتمنى أن نكون جميعا في هذه الروضة الإيمانية المباركة، نستعرض وإياكم من باب المذاكرة: وأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، من حاز العلم وحصله صلحت دنياه وآخرته. نتذكر حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين آووا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. لنكون داخلين تحت قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لنصل حبالنا ونحن الخلف بأولئك الآباء والأجداد من السلف، حتى نكون أوفياء، وحتى أيضا نكون في عداد أولئك الذين قال عنهم الحديث النبوي الشريف: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أيها الأحباب، الحديث عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راحة نفس، ولكنه يتهيب الإنسان الدخول فيه، لأنه يتحدث عن أرقى طبقة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلربما لا يستطيع أن يوفيهم الحق أو أن يقوم بواجبهم، ولربما وقع في مشكلة معينة أساءت لبعضهم، والإساءة إليهم إن لم تكن عن اجتهاد وغير مقصود إن لم تكن عن اجتهاد وإن لم تكن غير مقصودة فإنها إساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا نطعن في ثمرة تربيته وفي حسن اختياره صلوات ربي وسلاماته عليه. ولذلك نحاول أن نمر وإياكم على حياة الصحابة، والقصد من هذا اللقاء في بيان الأدب مع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنتعلم نحن منهم ولنستفيد من تجربتهم، ولكن أن نسلط الضوء على فترة زمنية يستغلها الناس في الإساءة إلى أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولئك الذين تخوفوا وتهيبوا وترددوا في أن ينالوا من شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، فانحرفوا وغيروا اتجاههم وطريقهم لينالوا من الأصحاب، وبالتالي ينالون من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر من قبل على لسان عدد من إخواننا وساداتنا العلماء، أن الإساءة إلى هذه الطبقة هي إساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإساءة للإسلام عموما، لأن النقل إلينا إنما يمر حتما في هذه الحلقة الأولى أو الطبقة الأولى من طبقات الإسناد، فإذا تشكك الناس في هذه الطبقة يمكن أن يفتح الباب على مصراعي، وأن يقول كل إنسان وجد رواية أو حديثا أو ما شابه ذلك يقول: لربما قاله فلان في زمن الفتنة، أو لربما قاله فلان وهو غضبان من فلان، أو ألف وزاد ونقص، ويفقد عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا من الخطورة ما لا يخفى على طالب علم ولو في البداية. ولذلك مما هو متفق عليه أن الصحابي في تعريفه هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ولو للحظة ثم مات على ذلك. وبالتالي شرف الصحبة لا يمكن أن يقابله أو أن يماثله أو أن يقاربه أي شرف آخر. ولذلك عندما تحدث الناس عن الأصحاب وعن التابعين رضي الله تعالى عن الجميع بأن بعض التابعين من أئمة الإسلام كانوا يفتون زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولربما من خلال دواوين السنة والآثار يقف الإنسان على كم من هائل لفتاوى أولئك من التابعين، بالنسبة لما قاله الصحابة ربما بعض الصحابة لا يكون مكثرا كهؤلاء من التابعين أو من أئمة التابعين وتابع التابعين. ولذلك قرر علماؤنا رحمهم الله تعالى أنه قد يوجد في عصر التابعين أو في عصر تابع التابعين أو من أتى بعدهم
من يكون ملما بتفرغه، ملما بأحكام الشريعة وأحاديثها وفقهها أكثر من بعض آحاد الصحابة، وليس الكل طبعا ولا الجمهور ولا المعظم، ولكن إذا نظرنا إلى المفاضلة فإن شرف صحبة الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام إذ وقع بصره عليه لا يعادله شيء على الإطلاق. ولذلك من كان صادقا عليه هذا التعريف فإنه مرضي عليه رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما ذكر الله عز وجل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وأيضا هؤلاء حتما من أهل الجنة ببيان القرآن الكريم وبيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا هم العدول الذين لا يجوز لأحد أن يقترب منهم في كلام قدح أو تشكيك أو ما شابه ذلك. ولذلك قالوا مما ابتليت به هذه الأمة أن يتحدث الناس عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنما يتحدثون عن إنسان عادي من غير أن يستشعروا هذا المعنى. وسبق أيضا أن بين السادة العلماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي بين مقدارهم وبين قيمتهم وبين درجتهم عند الله، فقال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وبالتالي هؤلاء سبقوا وهؤلاء وصلوا وحطوا رحالهم في جنة عرضها السماوات والأرض، وبالتالي لا يمكن ولا يجوز ولا ينبغي على الإطلاق لأحد أن يفكر في الحديث عنهم كأنما يتحدث عن أناس عاديين. كما أنه لا ينبغي للباحث العلمي وهو يتحدث عن الصحابة وقد استحضر لابد وقد استحضر عدالتهم واستحضر إيمانهم الكامل واستحضر أنهم في الجنة واستحضر أن الله رضي عنهم واستحضر ثقتهم الكاملة المجمع عليها بين علماء الأمة، لا ينبغي أن ينسى وهو يتحدث عنهم بالإضافة إلى هذه الثوابت أنهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر، وليسوا معصومين في آحادهم، إذ العصمة ليست عن الآحاد إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما بمجموعهم لا تجتمع أمتي على ضلالة كما بيّن عليه الصلاة والسلام، وأن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. وأيضا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالإضافة إلى ذلك في آحادهم هم بشر يعتريهم ما يعتري البشر، قد يغضب أحدهم يتكلم بكلمة ما، ربما يعني يحصل بينه وبين أخيه سوء تفاهم، ربما يتقاتلان عن اجتهاد، ربما يرد بعضهم على بعض في مسألة ما بطريقة معينة قد تكون فيها قسوة ولكن أيضا من باب الاجتهاد، لكن قلوبهم صافية لله رب العالمين. ومن هنا ينبغي علينا ونحن نتحدث عنهم كما ذكرت بالإضافة إلى الثوابت التي أشرت إليها عندما يعرضون على أنهم جيل بشري مميز، لكن يجوز على بعضهم أن يخطئ في اجتهاده وتصرفاته، لا يشكل الحديث عنهم أو القراءة لتاريخهم إن وجدنا شيئا ما صح إسناده قد لا يروق للبعض من خلال نظرته نظرة تقديس أو نظرة احترام كبرى لهذا الجيل، إذا كان واقعيا فلا يصدم في عملية التربية ويقول نعم هم جاوزوا القنطرة ولكنهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر. الإسلام أيها الإخوة في بداياته تعرض لمحن، سواء زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد أن لحق بالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلاماته عليه، وكانت المؤامرات تحاك للإسلام من كل ناحية. أقدم بتوطئة سريعة باختصار حتى ندخل إلى الخلاف لنعرف، وهذا مقرر تاريخيا من أراد الإنصاف في ذلك فالمراجع والمصادر موجودة يمكنه أن يقف على هذه الحقائق. هناك عملية كيد للإسلام كبرى، فإن الإسلام
بعد رحيل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن لحق بالرفيق الأعلى، وكانت هناك نبوءات مدعاة مزورة هنا وهناك، والأصحاب صف واحد كما بيّن الله عز وجل بأنهم كالبنيان المرصوص، وأنهم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرتد أحد منهم عن الإسلام إطلاقا، وما يروى من كلام هنا وهناك له بحثه في مجال آخر. حقد الناس على الإسلام وحاولوا أن يتسللوا إلى الإسلام بأي طريق، فنبتت نابتة النفاق، وكانوا من المثبطين لحركة الإسلام بقيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يسعون إلى إحداث الفتن بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونتذاكر جميعا وإياكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل بعد أن استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المدينة المنورة إلى أحد من أجل خوض المعركة الشهيرة المعروفة، والمسافة قصيرة من الناحية المكانية إذا نظرنا إليها، وأحسب الكثير قد رأوا هذه المسافة أو قطعوها سيرا على الأقدام تبركا بأن يغبروا أنفسهم وثيابهم وأبدانهم بتربة ضم بعضها جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر خيريتها وطهارتها وبركتها وشفاءها، كما صح في البخاري يقول: بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى مريضنا بإذن ربنا، فكان يقوم كأنما نشط من عقال. أقول هذه المسافة القصيرة رجع ثلث الجيش بين متردد أو بين منافق قد عرف الناس نفاقه، وما كان النفاق ظاهرا في مكة المكرمة لأن المسألة كانت بتحد عقدي لصناعة الإنسان الشخصية الإسلامية ولهدم الصنمية القبلية والصنمية الحجرية، وكان المسلمون قلة، ولذلك يستأسد الناس في كفرهم على المسلمين لضعفهم. لكن في المدينة المنورة قويت شوكة الإسلام وأصبح المسلم عزيزا، وبالتالي ظهر النفاق، يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر والعياذ بالله. ثم بعد ذلك نتذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش تلك الفترة التي يبين فيها الأحداث التي قد تقع في المدينة المنورة، وهناك أحاديث كثيرة فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، إما عما كان سابقا أو عما هو كائن في حياته أو عما سيكون في المستقبل، وهذا من علامات الساعة، وأحاديث الفتن والملاحم كثيرة، خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينظر إلى الأصحاب من تل، ربما كما يقول بعض المؤرخين في جبل سلع، كان يقف هناك والمدينة أمامه، لأن جبل سلع باتجاه غرب المدينة المنورة، وينظر إلى المدينة على تواضعها وهي المتواضعة والمسكينة والدرويشة ومأرز الإيمان، وكما قال عليه الصلاة والسلام: هي طيبة وهي طيبة وهي طابة من أسمائها. وبالتالي كان يقول: إني أرى الفتن من خلال بيوتكم كأنها قطر السماء. وأيضا بيّن عليه الصلاة والسلام ربما قال للبعض: إنك تقاتل عليا وأنت ظالم له، أو ربما يقول لفلان: أنت تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، أو ربما يقول: بشر فلانا بالجنة على بلوى تصيبه كما قال لسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، أو يلتفت إليه يوما من الأيام ويقول: يا عثمان، لعل الله يلبسك قميصا ينازعك الناس عليه، فإن نازعوك فلا تخلع، لئلا تكون هناك سنة. النبي عليه الصلاة والسلام يحذره من ذلك، لئلا تكون يعني الإنسان يتنازل عن الخلافة، لئلا تغدو عملية التنازل سنة بعد ذلك. وأيضا عندما يرى الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا، أو بعض الأصحاب رأى رؤيا فأتى يقصها عليه فأولها، كما في كثير من الأحاديث في هذه الجملة على يعني سبيل الاختصار والسرعة، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أنه كان يستقي من البئر ثم أعطى سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه فنزع نزعا وقال: خفيفا والله يغفره، ثم أتى عمر بن الخطاب فنزع حتى أروى الناس فقال: فلم أرى عبقريا يفري فريا، وهكذا. إذن عندما يرى الإنسان هذا يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لحدث قد يكون بينهم، وضع لهم الثوابت ونبههم حتى يطمئنوا أنه إذا وقع، وسيقع، لأنه إذا أخبر هو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، حتى يعرفوا كيف يتصرفون. ولذلك مما ورد في التاريخ، وهذا أيضا له أسانيده الحسنة، أن
معاوية رضي الله تعالى عنه أراد يوما أن يصب الماء على يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد الوضوء، فهو يتوضأ، التفت إليه وقال: يا معاوية، لعل الله عز وجل إذا ولاك ولاية المسلمين أن تترفق بهم. قال معاوية: فما كان يخطر ببالي أن أكون وليا على المسلمين إلا بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لما قال له لعل، هو يعرف أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام كما هو أسلوب القرآن الكريم، فوقع في نفسه أنه سيتولى يوم من الأيام الولاية. وكما أخبر عليه الصلاة والسلام عندما كان الحسن والحسين رضي الله تعالى عليهما يلاعبهما النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضعهما على ظهره وكانا يرتحلانه، وكان هما يقولان له بكلمات كأنما يقودان جملا، فيقول: نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما. ولما رآه النبي عليه الصلاة والسلام للحسين أقبل إليه ورآه مع أولاد يلعب في بعض طرقات المدينة، فأتاه من هنا ثم جاءه من هنا والولد يلعب ويركض هكذا، حتى أمسك به وقال له: يا لكع، ثم قبله على فمه. فنزل جبريل عليه السلام قال: أتحبه؟ قال: نعم. قال: فإن أمتك ستقتله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعلم جملة من هذه الأمور بأنها ستقع. وكان مرة يصارع بين الحسن والحسين، فكان عليه السلام يقول: هي حسين. وكان الحسن حاضرا، فقالت فاطمة تشجع الحسين عليه رضوان الله وسلامه، تشجع الحسين ولا تشجع الحسن؟ قال: فإن جبريل يشجع الحسن، يعني هو يساعده ويشجعه، فأنا أشجع الحسين. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان في يوم ظهرت عليه علامات كآبة، فقيل له في ذلك، قال: إن جبريل دخل علي آنفا ورآني ألاعب الحسين وأقبله. في رواية صحيحة أنه قبله على في مكان لا يخطر على بال كثيرين، قبله. ولذلك قال: تحبه؟ قال: أحبه. قال: إن أمتك ستقتله، ولو شئت لأريتك مكان قتله. قال: وأتاه بحفنة من تراب حيث قتل بالطف أو كربلاء. البعض قد يجادل في هذه الأحاديث، لو رجع إلى خلاصتها في مشكاة المصابيح للتبريزي سيجد أن هذه الأحاديث صحيحة وسندها صحيح أو حسن على الأقل. على أي حال، القصد من كل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهيئ أمته لحدث سيكون، كيف يتعاملون مع هذا الحدث. ولذلك لما بدأت الخلافات قبل أن تستفحل ننظر إلى جزء من مقدماتها. أعود فأقول: عندما انتشر الإسلام هذا الانتشار العظيم وبدأ الناس بنفاقهم، إما من العرب الذين نافقوا وإما من أولئك، طبعا ولا بد أن نتنبه أيها السادة عند دراسة الفتن بين الصحابة، هناك جماعات ارتدوا عن الإسلام، عادوا إلى الإسلام، بعضهم عاد طواعية بصدق وبعضهم عاد إلى الإسلام رهبا وخوفا من سيف الإسلام. ولذلك هؤلاء معظمهم سكن في الكوفة، وبالتالي كانوا هم الرصيد الأساس الأكبر والمدد الأعظم للخوارج الذين خرجوا على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، والذين حاصروه في مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرقبوا في المدينة ولا بالخلفاء رضي الله تعالى عنهم إلا ولا ذمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من إخافة أهل المدينة، وبين أن المدينة حرم ما بين لابتيها، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وبالتالي كان يدعو على من يخيف أهل المدينة. والأنصار في غزوة حنين عندما قال بعضهم لبعض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لقي أهله وفتح الله عليه بلده فلعله لا يعود، وخص أقواما بالأعطية ولم يعطنا، نزل جبريل عليه السلام وبلغ، جمع شيوخ الأنصار، قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتها؟ أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها أقواما ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار، ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله بي، وكنتم كفارا فهداكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله أو أعلاكم الله بي وأصلح بينكم؟ ألا تمنون؟ قالوا: لله المنة ولرسوله، كيف نمن؟ قال: أما إنكم لو قلتم لصدقتم ولصدقتم، قولوا: أتيتنا وحيدا فآويناك،
وجئتنا فقيرا فواسيناك، ومنعناك مما نمنع منه أنفسنا وأزرنا كناية عن النساء، ألا تمنون؟ فبكى شيوخ الأنصار حتى اخضلت لحاهم بالبكاء، وقالوا لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلكتم واديا لسلكت وادي الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. اللهم من أراد الأنصار بخير فوافق، ومن أرادهم بسوء فأذبه كما يذاب الملح في الماء، صلوات ربي وسلاماته عليه. قال: ألا ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ المحيا محياكم والممات مماتكم. رضي الله تعالى عنه، قالوا: رضينا برسول الله. من الناس من يعامل من جيبه، ومن الناس من يعامل من بطنه، ومن الناس من يعامل من عقله، ومن الناس من يعامل من أجل جاهه بمناصب الدنيا، ومن الناس من يعامل بقلبه وحبه. ففرق كبير كبير بين هذا وذاك. كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. إذن هؤلاء الأنصار وهؤلاء الخوارج الذين دخلوا إلى المدينة المنورة، أهم يريدون إقامة العدل والحق في المدينة المنورة بسفك دم عثمان رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد الثالث، الخليفة الذي زوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابنتيه فسمي ولقب بذي النورين، والذي قال له: يا عثمان، والله لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها. عثمان الحيي الذي تستحي منه الملائكة، عثمان الذي جهز جيش العسرة، الذي سبر بئر رومية، عثمان الذي أقبل على الإسلام بماله فأنفقه في سبيل الله، وقال عليه الصلاة والسلام فيه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان الذي تمت البيعة بسببه بيعة رضوان، وأكرم بها من بيعة أن يقول الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ويرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ويقول: وهذه يدي عن يد عثمان، ويبايع يد الله فوق أيديهم، فيد من فوق يد من، ويد الله فوق يد الجميع. بعد ذلك قتلوا. يدخل عليه عمرو بن أبي الحمق ولا يراعي إلا ولا ذمة ولا حرمة للمدينة ولا لجوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل امتحن قلوب أولئك الذين ينادونهم من وراء الحجرات ويرفعون أصواتهم فوق صوت النبي ويفعلون ما يفعلون. هؤلاء ما رفعوا أصواتهم، إنما أتوا ليسفكوا دما في المدينة المنورة، في البلد الحرام، في الشهر الحرام، لقارئ القرآن وجامعه ومبشر بالجنة. ومع ذلك أتوا إلى هذه المدينة، وسيدنا عثمان رضي الله تعالى ينظر إليهم. فلما دخل عليه عمرو بن أبي الحمق كما يذكر ذلك الطبري في تاريخه وغيره، جلس على صدره وأخذ بلحيته، وكان قد سبقه بعضهم، فنظر إليه قال: يا هذا، والله لو رآك أبوك ما حمد مقامك. أنت ابن فلان الصحابي تجثم على هذا الصدر؟ هذا عثمان حيي الملائكة عليهم السلام. المهم، خرج عمرو بن أبي الحمق ماذا يقول؟ طعنت عثمان 9 طعنات، أما 3 منهن فلله، وأما 6 طعنات فلما في صدري عليه. حقد، هذا حقد على الإسلام وليس حقدا على الأشخاص. هؤلاء أركان الإسلام الذين نشروا الإسلام. فتآمر الفرس الذين سقطت دولتهم على أيدي الراشدين، وتآمر الروم الذين سقطت بلادهم على أيدي الراشدين، وتآمر اليهود الذين رحلوا عن المدينة بخيانتهم وقتلهم للأنبياء واعتدائهم على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدرهم بعد غزوة الخندق وقبل غزوة الخندق وفي بني قينقاع وفي بني النضير وهلم جر. تآمر هؤلاء المتضررون في رأيهم مع حركة سبائية يهودية تستبطن الكفر والحقد على الإسلام. وبعض العلماء للأسف تأثر بالمستشرقين، يريد أن يجعل من الحركة السبائية من عبد الله بن سبأ اليهودي شخصية وهمية. لا، هذه موجودة حقيقة تاريخية.
بعضهم يقول أيعقل أن رجلا واحدا يحرك الدولة ويحرك الفتن؟ لا، هي مجموعات لها رأس وتنظيم سري يعمل على ضرب الأمة وعلى تمزيقها تحت شعارات إسلامية. ولذلك نحذر ونتنبه أنه كما رفع السابقون شعار أن نحتكم إلى القرآن الكريم فقال لهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كلمة حق أريد بها باطل، هذا ليس من التحاكم إلى القرآن، هذه حيل. أيضا ينبغي على الإنسان عندما يقرأ حركة المنافقين المتآمرين على الإسلام في المدينة المنورة أن يكون يقظا، فإن شعارات كثيرة ترفع هنا وهناك، ولكن على الإنسان أن يتأمل هل هذه شعارات لله أم ليست لله. لا توجد فرق إلا وترفع شعارا للإسلام لعظمة الإسلام أن الكل يدعيه، وأن الإنسان الذي يوصم بأنه ليس من الإسلام في شيء وإن كان كذلك فإنه يأنف ويهرب من هذه التهمة أو من هذه الصبغة أو هذه الصفة. فمقتل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن نبتت نابتة النفاق والمرتدين في أيام سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وحصل ما حصل في أيام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وقد فتح تلك البلاد وظهر الله وأظهر الله عز وجل عز الإسلام، تآمروا على الإسلام. ويذكر لنا التاريخ الحركة السبائية، ويذكر لنا التاريخ جفينة النصراني، ويذكر لنا التاريخ أبا لؤلؤة المجوسي، ويذكر لنا التاريخ وبين هلالين، هو ليس صحابيا هو تابعي وعليه كلام، وقالوا بلوناه وجربنا عليه الكذب كعب الأحبار، وإن كان البعض يحسن الظن لكن هو بحاجة إلى دراسة شخصيته دراسة متأنية. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه غداة طعن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، والله بعد أن نظر إلى الخنجر والله لقد رأيته بيد فلان، وكانوا مجتمعين عبد الله بن سبأ اليهودي وجفينة وكعب الأحبار وأبو لؤلؤ المجوسي، فلما مر بهم أحسوا كأنما فضحوا قبل الطعن يتآمرون، قال فانجفلوا فرأيت هذا الخنجر سقط من أحدهم. ولما أبو لؤلؤ المجوسي شكي إلى سيدنا عمر أو أتى هو يشتكي سيده المغيرة بأنه كلفه مالا كثيرا من النفقات يعمل ويدفع لسيده أجرة، فقال وماذا تعمل؟ قال أعمل كذا وأعمل كذا في الحديد وفي الطحن وأعمل في صناعة السلاح. قال عندك صناعات كثيرة إذن عليك أن تدفع. تغيظ. ولما سأله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بأنه يصنع الرحى هذه الطاحونة الجاروشة فمازحه قال ألا تصنع لنا واحدة؟ قال لأصنعن لك رحا يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فلما ذهب قال سيدنا عمر وهو الملهم رضي الله تعالى عنه كان في من قبلكم محدثون أو ملهمون فإن يكن في أمتي فإنه عمر، لقد أجرى الله الحق على لسانك يا عمر إلى آخره. قال لقد توعدني العبد المجوسي آنفا. قالوا لما؟ قال هو يقول أصنعن لك رحا يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. ما هذه الرحى التي سيصنعها؟ وهل ابن الخطاب هو حريص على هذه الرحى بهذا الشكل؟ هم يعرفون من عدله أنه كان ينام على الحصباء في المسجد ويتململ تململ السليم أي اللديغ ويقول ليت أم عمر لم تلد عمرا، وهو الذي يقول كفى آل الخطاب أن يحاسب منهم عمر لا تولوا عبد الله استشيروه. يقول هذا توعدني آنفا. ومرت الأيام وطعن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث باب الفتنة وسده وحديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم وغيره مما استمعتم إليه أو هو معلوم لديكم. في أيام سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا بدأت الأمور تعلو وتعلو وتكبر وتكبر والمؤامرة تزداد حتى فعلوا ما فعلوا بقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وهم الذين أيضا تآمروا واستمر التآمر على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ونسبت إليه الأفعال الوقحة بأنه أمر بقتل فلان أو عزل فلان أو قرب فلان أو هجر فلان، وهذا كله افتراءات لا تثبت أمام المحاكمة التاريخية على قواعد وأصول المحدثين. الملاحظ أيها الأحباب أن هذه المجموعة على رأسها المنافقون الذين كانوا يثيرون الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا إلى آخر الآيات،
كيف أنهم حرشوا بين الأنصار فيما بينهم كأوس وخزرج حتى تناشدوا الشعر، ثم تكلموا بكلام وهم بشر، ثم تضاربوا بالجريد والنعال، ثم علت أصواتهم هلموا إلى السلاح. فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يجر إزاره الشريف وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالأنساب أو بالآباء. ثم ذكرهم بالله عز وجل فألقوا سلاحهم وأقبل بعضهم على بعض يقبل الآخر ويبكون ويتوبون ويستغفرون، واستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في كل مرة يطرحون اسم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كخليفة، المتتبع يجد هذه القضية كلما حانت فرصة يطرحونه. ولذلك في أيام أبي بكر أرادوا أن يقولوا ما يقولون، فعلى سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد البيعة وخطب الناس وقال: أين علي؟ لم أره. فقام أناس من الأنصار وذهبوا إليه. وهذا الحديث أو هذه القصة أخرجها عن أبي سعيد الخدري الإمام الحاكم في المستدرك والبيهقي، وقال بإسنادين صحيحين. فقالوا جاء الأنصار وأتوا به، فقال له: يا علي يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته البتول، أتريد أن تشق عصا المسلمين؟ قال: معاذ الله. وإذا كان الأمر كما يقول الناس لا تثريب اليوم يا أبا بكر، أبسط يدك لأبايعك. والمؤرخون يقولون بايع في اليوم الأول، وبعضهم يقول بايع في اليوم الثاني من باب التأكيد، سواء قلنا في الأول بايع أو لم يبايع. المهم كان في أناس يريدون أن يثيروا الفتنة من خلال هذه القضية فبايع. ثم قال: أين عبد الله بن الزبير؟ فأتي به، أيضا الأنصار قاموا فأتوا به، فقال له: يا ابن عمة رسول الله. الزبير بن العوام كان قد تزوج صفية أخت سيدنا حمزة رضي الله تعالى عن الجميع. فقال: يا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أو ابن حواريه، الزبير بن العوام وعبد الله بن الزبير. ثم قال له: يعني ألا تبايع أو أن تريد أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا أبا بكر، أنا أبايع فبايع. إذن الزبير بن العوام الذي كان الناس يتوقعون منه أن يحدث فتنة أو أن يتاجر الناس باسمه أتى فبايع. ثم كذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أتى فبايع، ويقول في اليوم الأول أو في الثاني. كتب الإمام مسلم صاحب الصحيح إلى شيخه ابن خزيمة رحمه الله تعالى: هل هذا الحديث صحيح؟ فنظر في إسناده فكتب إليه: إن هذا الحديث صحيح. فقال الإمام مسلم: هذا الحديث يستحق بدنة، أي ناقة وافرة اللحم، أن تنحر وأن توزع لقيمة هذا الحديث، لأنه يحل إشكالا طويلا عريضا. فقال له بدنة ابن خزيمة: بدنة، هذا يستحق بدرة مال. بدرة المال بعضهم قال هي ألوف من الدراهم، وبعضهم قال هي 10,000 دينار من الذهب لقيمة هذا الحديث، لأنه مما تشد الرحال إليه، وخصوصا عندما شهد هؤلاء الأئمة بصحة هذا الحديث. في أيام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أيضا حاولوا، ولكن ما أفلح هؤلاء، لأن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كما روى عنه ابنه محمد بن الحنفية عند الطبراني وغيره يقول: سألت والدي أبي علي رضي الله تعالى عنه، سألت أبي من خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم تهيبت أن أسأله عن من بعد عمر بأن يقول عثمان، فقال له: وأين أنت من الناس؟ قال: رجل من الناس. أولا هو لا يغمط نفسه حقها، ولكنه يعرف منزلته عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام، ويعرف قيمته. ولكن هذا ما كانوا يفاضلون به زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا إخوانا متحابين بكل معنى الكلمة، غير موضوع المصاهرات وغير موضوع العلاقات الاجتماعية، كانوا فيما بينهم يتعاونون في السراء والضراء على كل الاحتمالات. وهذا التاريخ موجود،
نحن الآن نأتي ببعض النتف أو الإشارات. في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه لما استشهد هو، أي خليفتنا خليفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وسماع كلمته وطاعته واجبة، هو قال للناس: لا تدافعوا عني ولا تقاتلوا، إني أكره أن يحدث قتال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب أن يراق دم مسلم بسببي. ثم قال لعبيده: كل واحد منكم لا يقاتل فهو حر لوجه الله. أغراهم بعدم القتال من أجل أن يملكوا حريتهم، بل أتى الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يدافعان على بابه وجرحا، وهو حرض عليهما أن يذهبا وحرج عليهما بأن يرحلا. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أتى يعرض نفسه للدفاع عنه، فقال: أنا الخليفة وعليك الطاعة، اذهب، لا أريدك أن تكون معي وأن تقاتل وأن تدافع عني. والسيوطي رحمه الله تعالى يشير بأنه في تاريخ الخلفاء رأى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفطر عندنا الليلة، فأصبح صائما رضي الله تعالى عنه. المهم، عندما قتلوا هذا الخليفة الراشد جامع القرآن الكريم رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، بهذا العدد الضخم الذي جاء من الأمصار إلى المدينة المنورة، بدأ هؤلاء أصحاب الفتنة يبحثون عن مظلة سياسية تحميهم، ولم يجدوا أحدا، عادوا مرة ثانية إلى طرح اسم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. إذن هم يطرحون اسمه لأنه المؤهل في استقطاب الناس، ولأنه أيضا إذا طرح فإن الناس لا يعارضون، وبالتالي يحاولون التسلل، لكنه رضي الله تعالى عنه حفظه الله عز وجل من ذلك وحماه من هؤلاء المذبذبين الكذبة، والتاريخ أثبت ذلك، وأثبت أيضا بعد نظر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بأنه لا يخدع بأمثال هؤلاء. طبعا كان عنده مخلصون وكان عنده كمل، لكن كان أيضا هناك أناس آخرون دعوه إلى الكوفة ثم غدروا به، وهم الذين قتلوا الخوارج، هم الذين قتلوا، الذين شاركوا بجملتهم في مقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وهم الذين تآمروا على سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه بعدما بايعوه وأرسلوا إليه أن ائتي إلينا، وهو خرج من المدينة إلى مكة من أجل ألا يبايع، لأنه غير مقتنع سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه في بيعة معينة، لكنهم ما أرادوا له أن يستقر في المدينة، فأرسلوا الكتب يبايعونه. هو يعرف هؤلاء كذب في جملتهم، وإن هناك آحاد، لأنه بعد ذلك آحادهم وقفوا مع الحسين رضي الله تعالى عنه، لكنه أراد أن يستوثق، فأرسل مسلما ابن عقيل، قال: اذهب وانظر ماذا في الأمر. فذهب فأرسل إليه كتب القبائل والعشائر وشيوخ العشائر، وعليها التوقيعات أكثر من 30 إلى 40 ألف توقيع، قال: هؤلاء جميعا معك وبايعوه، وأنت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج إليهم باختصار، مع أنه قد نصح من محمد ابن الحنفية ومن ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، وقالوا: نستودعك الله من شهيد، هؤلاء غروك، وهؤلاء كذبوا على أبيك وقتلوا، وكذبوا على أخيك وخانوا. الحسن رضي الله تعالى عنه في عام الجماعة يذكر المؤرخون بطرق صحيحة أنه عندما نزل على جمع الناس وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، لما أراد أن يقوم بهذا بعد خلافته لمدة 6 أشهر وأيام قليلة، وسمي بعام الجماعة، جمع، قال: نحن نريد أن نحقن دماء الناس، ولذلك يقول: هذه مهمتنا، الدين بدأ وخرج من بيتنا، وحقن الدماء يكون من مهمتنا. الذين قاموا معه صار يقولون له: يا مذل المسلمين، كان بالأصل يا أمير المؤمنين، صار يقول له: يا مذل المسلمين، الحسن سبت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجأة انقلبوا وحرقوا خيمته وأساءوا إلى نسائه وأهل بيته وضربوه. المؤرخون يقولون بأنهم طعنوه بخنجر أو بحربة في جنبه. هؤلاء الرعاع الذين هم بقايا المرتدين وبقايا المنافقين والمتآمرين، ومن الأعراب الذين كانوا في أكثر من مكان في سواد العراق وهلم جرا. ولما ذهب سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه ووصل أو قريب أن يصل، أحس الناس بقدومه. يروي لنا التاريخ بأسانيد أقلها جياد
بأن مسلم بن عقيل صلى الفجر بثلاثين ألفا في الكوفة كلهم يبايعون على القتال إن جاء الحسين رضي الله تعالى عنه، وصلى المغرب لوحده في نفس اليوم. أين الثلاثون ألف؟ ولم يجد من يسقيه ماء أو أن يخبئه على الأقل في البيت، حتى خرجت امرأة فرأته قالت يا هذا يعني وجودك هنا ريبة؟ قال لا لك ما ريبة، أنا فلان. فأدخلته، كان زوجها مبايعا لسيدنا الحسين رضي الله تعالى، وخبأته. فأفشى سره خادم عنده إلى الوالي المهم. لم يجد من صلاة الفجر إلى المغرب لم يجد أحدا بعد ذلك. أين الثلاثون ألفا؟ لقد تفرقوا من خلال شراء الذمم والضمائر بالأموال، كما في كثير من البلاد في أيامنا وقبل أيامنا وبعد أيامنا، وهذه عادة تاريخية موجودة. كم من الضمائر تشترى بالأموال، وكم من الرجال تراق دماؤهم بالأموال، وكم من مؤامرات هنا وهناك بالأموال تنفق. ترى أموالا بملايين الدولارات تنفق هنا وهناك، أنت تتساءل لمن؟ ولذلك قالوا أمت نفسي، أمت مطامعي فملكت نفسي، فالنفس ما طمعت تهون. الحر عبد إن طمع، والعبد حر إن طمع، فاقنع ولا تقمع فما راض كمن قنع. فرق بين قنع وقنع، قنع بمعنى طمع، وقنع بمعنى يعني القناعة بمعنى رضي واستقرت نفسه واطمأنت. المهم هؤلاء كانوا يقومون بهذه الفتن، ومع قولنا بأن الصحابة بشر وبالتالي ينسى أحدهم أمرا ويذكر بعد ذلك. قال يا طلحة ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنك تقاتله وأنت ظالم الله؟ فرجع قال للزبير ألا هكذا المسألة؟ وهكذا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم عادوا إلى يعني الحق الذي كان يمثله سيدنا علي في زمن الفتنة رضي الله تعالى عنه. المهم كيف كانوا يتعاملون مع وجود هذه الحقائق أو مع وجود هذا الجو؟ كانوا في كل مرحلة زمنية يتعاملون فيما بينهم بما يرضي الله عز وجل وكما تربوا. فسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما وقعت الفتنة للمرتدين شاور الصحابة، ثم قال لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه ما ترى يا أبا الحسن؟ قال أنا أرى أنك لا تتنازل عن أمر لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعله. شوف القاعدة، قالوا أنت يعني تخيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان موجودا بيننا، أيرضى بما فعلوا؟ قال إذن أنا آخذ بمشورتك وأقاتل، وعزم على القتال. فلما خرج إلى ذي القصة أو القصة أو القصة منطقة، لحقه سيدنا علي رضي الله تعالى قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال للقتال. قال لا، أنا أقول لك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يوم أحد، لم سيفك ومتعنا بنفسك، فإنك إن قتلت لا ينتظم أمر الأمة، ارجع ونحن نقاتل عنك، أنت خليفة، ارجع واجلس في المدينة المنورة. لما قال محمد بن الحنفية لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه من أشجع الناس؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لما؟ قال لأنه لما كان في مكة المكرمة أتى المشركون وألقوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلى جزور وأرادوا خنقه، ولم يكن أحد في مكة ينصره، فأتى أبو بكر عليه ضفيرتان فبدأ يجأ الناس ويدفعهم هكذا وهكذا وهكذا، وقال أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ وكانت له قيمة اجتماعية أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال هذا أرقى من مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون كتم إيمانه فأثنى الله عليه، وأبو بكر جاهر بإيمانه ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول هذا لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يقول لم سيفك ومتعنا بنفسك، فإنك إن قتلت لا يقوم نظام أو لا ينتظم أمر المسلمين، ارجع إلى المدينة المنورة. وبقي معه في كل حياته وجهاده، وأيضا كان يشاوره في الصغيرة والكبيرة. وأبو الحسن رضي الله تعالى عنه لا أقول من باب فقط القرابة أو الصهرية، هو أهله الله عز وجل ألا يستثنى، أهله الله عز وجل ألا يتجاهله أحد. ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قضية ولا أبا حسن لها، لولا علي لهلك عمر. في أيام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة كان يستشير في الصغيرة والكبيرة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. في إحدى المرات أتي بشارب خمر
تكرر الشرب منه، فاستشار الصحابة فأشاروا برأي. فلما أراد أن يستوثق عمر قال: يا علي ماذا تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا أرى أن تطبق عليه حد الافتراء، لأنه إذا سكر هذا وإذا هذا قذف، ولذلك حد القذف 80 جلدة. فأخذ برأيه رضي الله تعالى عنه. في إحدى المرات أتت فتاة من الأنصار تقول: يعني أوجدوا مخرجا أو أنصفوني من هذا الفتى، هذا الشاب الذي اعتدى علي. فنظر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فوجد اللوث أو القرائن قائمة، وعلى ثيابها وفي أماكن معينة من ثيابها بعدما خلعتها ووضعتها بين أيديهم آثار تدل على أن شيئا ما قد وقع. فهم الناس بإقامة الحد عليها بأنها فعلت ما فعلت، وأن يأتوا بالشاب أيضا ليفعلوا ليقيموا عليه الحد. أما هي فلنقل إنها كانت مغتصبة، أو إنها غلبت، أو إنها كانت مكرهة. لكن هذا الشاب يقول الشاب لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين أنصفني، فإن الفتاة تفتري علي، أنا ما اقتربت منها. فقال بعض من حضر: ألا نشاور أبا حسن؟ التفت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: هاتوا بي. فأتي به فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: يا أبا الحسن ما تقول في هذا؟ فنظر إلي واستمع إلى الشاب، ونظر إلى الفتاة واستمع ما قالها، ثم قال: يا أمير المؤمنين ايتوني بماء ساخن. فأتي به فأهرق الماء على هذا السائل، فتخثر وظهرت منه رائحة البيض المسلوق. فتبين أن هذه الفتاة أخذت بياض البيض اللزج وطرحته على ثيابها، فخيل إلى الرأي لأول وهلة بأنه هذا شيء آخر، فقال: لولا علي لهلكنا، رضي الله تعالى عنه. أيضا عندما فتح العراق استشار الناس فأشاروا برأي، ثم قال: يا علي ماذا تقول؟ قال: أنا أرى ألا تقسم العراق، لأنك إذا قسمته يأتي قوم من بعدنا ويجدون هذه الأرزاق قد قسمت. والله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فكيف يستغفر هؤلاء لمن سبق ولم نترك لهم شيئا؟ قال: الرأي ما رأيت، أنا هكذا رأيي، لكن كمان أنا أخذ برأيك. لما أتي بامرأة مجنونة وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه قد مر بجوارهم فرآهم ينازعونها، قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: هذه امرأة زانية، نقيم عليها الحد. قال: من قال هذا؟ قال: عمر رضي الله تعالى. فذهب إليه قال: يا عمر، يا أمير المؤمنين، كيف تقيم الحد عليها؟ قال: زنت والأدلة قائمة. قال: هذه مريضة بني فلان، مجنونة، كيف تقيمون الحد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن من رفع عنه القلم من جملة وعن المجنون حتى يفيق. فقال: إذن خلوا سبيلها. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أتي بامرأة حامل من الزنا، فأراد أهم برجمها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وكان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حاضرا. فقال: ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ قال: الرجم، هذا الحد. قال: ليس لك على ما في بطنها سبيل، هي زنت وكانت محصنة، الرجم، ولكن هذا في بطنها جنين، ليس لك عليه سبيل. قال: ماذا؟ قال: تترك حتى تلد وحتى ترضع وحتى يستغني ولدها، ثم بعد ذلك نقيم الحد عليها بشروط. شرطة: أننا ننظر كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حصلت هذه الحادثة في زمنه، ولذلك رد المرأة التي حملت من الزنا وكانت محصنة حتى تضع، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فلما وضعت ثم أتت ومعها الرضيع قال: حتى يستغني، فلما استغنى وأتت ومعها هذا الغلام قال: حتى يستغني بنفسه، فلما أتت والغلام بيده كسرة من خبز، عند ذلك أمر بإقامة الحد عليها. ولذلك كان يردد دائما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: لولا علي لهلك عمر. هذا التعامل الطيب المبارك. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه ما كان يبخل على أحد من الصحابة في مشورة أو في علاقة أو في مودة، ولذلك يقول: كان إذا أتي، وهي من رواية الحسن رضي الله تعالى عنه، إذا أتي برجل يفضل عليا على أبي بكر وعمر يقول: هذا
أجلده جلد المفتري أو حد المفتري 80 جلدة، لأنه يفضلني على أبي بكر وعمر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في زمنه التفضيل، يقول أبو بكر وعمر وعثمان فلا ينكر عليهم، وهما وزيراه رضي الله تعالى عنهما. على أي حال، أيضا هذا التعامل الفخيم ذكرنا بعضا منه في مجلس سابق، وأذكر به لقيمته الإيمانية ولقيمته العلمية الأخوية التي ينبغي أن تسود بين المؤمنين، وأنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا جميعا يجتهدون في إصابة الصواب والحق، ولم يكن واحد منهم يسعى يوما من الأيام إلى أن يحقق ربحا دنيويا على حساب دين أبدا. ولذلك لما التقى مع طلحة، مع عبيد الله ابن طلحة بن عبيد الله، وكانت الحرب يعني لها شروط، هذا الخلاف بين الصحابة له شروط، وهذا عن اجتهاد، ونمسك ألسنتنا عما شجر بينهم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ونقول تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا، ويسعنا ما وسع السابقين أن نترضى عليهم أجمعين وأن نكل أمرهم إلى الله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وأيضا لا نسأل إلا عما تحته عمل، أن نحاكم أولئك وأن نضع أنفسنا في مقام القاضي لنستمع إلى دليل هذا وبينة هذا وقرينة هذا وما عند هذا والردود، وأن ننصب أنفسنا حكما على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من نحن حتى نحاكم هذا الجيل المبارك الكريم الذي اجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وأصبح اختلافهم فيما بينهم مصدرا من مصادر التشريع، سواء في ما فعله سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو فيما فعله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، أو فيما فعله سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، أو فيما فعله سيدنا علي رضي الله تعالى عن الجميع. قال بعد ما جلس علي وعبيد الله بن طلحة بن عبيد الله، قال له علي رضي الله تعالى عنه: كيف حال أبيك يا عبيد الله؟ قال: مثلك يسأل عن، هو يسأل ابن إنسان كان في المعسكر الآخر، كيف حال أبيك؟ قال: مثلك يسأل عن؟ قال: نعم، إني لأرجو من الله تعالى أن أكون وإياه ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا الصفاء. أما أولئك الذين يحملون الغل، ننظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتطلعون إلى دائما إلى ما يرضي الله، إلى التسابق. أتوا قال بعضهم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، الأغنياء ذهبوا بالأجر ما تركوا لنا شيء ونحن فقراء. قال: ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه أدركتموهم أو سبقتموهم؟ قالوا: بلى. قال: سبحان الله صدق، والحمد لله صدق، والتهليل صدق، وإماطة الأذى عن الطريق صدق، إصلاح ذات البين صدق، إلى آخره. فهذا قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فاشرأبت الأعناق، فرأوا رجلا عاديا دخل المسجد يتأبط حذاءه، فسلم وركع ركعتين وجلس. في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث نفس الحكاية. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: فتطلعت نفسي لأعرف ماذا يعمل هذا الرجل سرا حتى استحق هذه البشارة. قال: فذهبت إليه وقلت: يا هذا، أتستضيفني عندك؟ فإنني لاحيت بيني وبين عمرو بن العاص، أو لاحيت عمرو بن العاص أي أباه، والملاحات هي المناقشة والاختلاف في الرأي. فقال: على الرحب والسعة. فدخل وبات عنده اليوم الليلة الأولى والثانية والثالثة. قال: ما رأيته يأتي بشيء جديد أو زيادة عما نقوم به، يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعود إلى البيت، فينام من أول الليل ثم يستيقظ قبل الفجر بقليل، يحدث وضوءا ثم يذهب إلى المسجد ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو. فقال له: أنا في الحقيقة لم يكن بيني وبين أبي شيء. هو استعمل التعريض: وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. من منا يخلو من ملاحات، أي من مناقشة واختلاف في وجهة نظر؟ ذاك فهم من الملاحات الخلاف الحقيقي. قال: ما في شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات على مدى 3 أيام يقول لنا: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فإذا أنت. فأحببت أن أعرف ماذا تعمل حتى يعني استحق
عملك هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا الخبر؟ بماذا نلت هذه الدرجة أو هذه البشارة؟ قال ليس إلا الذي رأي. فلما هم بالانصراف قال له ليس إلا الذي رأيت، غير أنني لا أضع رأسي على وسادتي وفي قلبي غش أو غل على أحد من المسلمين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبذلك نؤكد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجب أن نتعامل معهم على أنه الجيل المعدل المرضي عنه المقطوع له بالجنة، وأنهم الطبقة الأولى في إسناد الدين، فمن نالهم إنما ينال من الدين، وأن ما شجر بينهم كان عن اجتهاد من غير مجاملة. إننا نتكلم بكل واقعية، وليس هناك شيء يعني بقي خافيا، الكتب والمراجع والمصادر وكل موجود، وإنما الفهم الذي يؤتيه الله عز وجل بعض عباده، وأن ما حصل بينهم إنما كان عن اجتهاد، فهم بشر ولكن الله عز وجل عدلهم كما ذكرت، يعتريهم ما يعتري البشر، المصيب منهم مصيب وله أجران، وفي بعض الروايات 10 أجور، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران أو 10 أجور، وإذا أخطأ فله أجر واحد، كلهم قصد الله عز وجل، منهم من أصاب في طريقته ومنهم من أخطأ، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. ولذلك سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه كان يعبر عن هذه القضية وينظر إلى هذا الحال الذي بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه الذي استشهد مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويح ابن سمية الناس يحملون حجرا حجرا وهو يحمل حجرين حجرين، في بعض مناسبات البناء وكذا في غزوة الخندق، ومع ذلك تقتلك الفئة الباغية. المهم كان يخطب الناس وكان مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، انظروا قضية مهمة ماذا يقول. يقول والله لو جالدتمونا حتى بلغتم بنا برك الغماد أو بلغتم بنا سعفات النخيل لعلمنا أن صالحين على الحق وأنكم على الباطل. صالحين يعني الصف فيه ما فيه. ولذلك لما كان يقال لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه في ذلك القصاص من أجل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا مدون وموجود، كانت له نظرة تختلف، كان يقول لابد من تثبيت أركان الدولة وبعد ذلك نقتص من هؤلاء. ولذلك هؤلاء الذين بحثوا عن مظلة سياسية تحميهم لما قتلوا عثمان وذهبوا إلى علي رضي الله تعالى عن الجميع، طلبوا منه البيعة فكان يهرب منهم في البساتين العالية، وكان يتوارى منهم. ماذا يريدون هؤلاء؟ لأنهم يريدون شخصا كشخصية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، إذا بايعوه يستظلون ويتفيؤون في ظلاله بأنه مع علي رضي الله تعالى عنه. ومن هو؟ هو علي زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. إذن هذا الكلام من سيدنا عمار، لعلمنا أن صالحين على الحق وأنكم على الباطل. وهذا العنصر الفاسد الذي كان يحدث الفتن، كلما تقاربت الأمة للقاء كانوا يرشقون النبل ليلا من هذا المكان ومن هذا المعسكر، حتى يقول هذا فلان غدر ويقول هذا فلان غدر، ثم بعد ذلك يقع ما يقع. مما يروي لنا المؤرخون وأيضا عن بعض العلماء يقول بأنه رأى في منامه كأن القيامة قد قامت، وأن الله عز وجل أراد أن يفصل بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عن الجميع. وبينما هو كذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأتي بمعاوية فأدخلا إلى مكان وأرخي الحجاب. قال وبعد قليل في الرؤيا خرجا وعلي يبتسم ومتقدم على معاوية ويقول قضي لي ورب الكعبة، أن هو معه الحق. فخرج معاوية يقول غفر لي ورب الكعبة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا هو النموذج. وذكرنا لكم سابقا كيف يعني ضرار ابن ضمرة عندما سأله معاوية صف لي أبا الحسن فوصفه بوصف بكى معاوية وكفت دموعه على لحيته وبدأ ينشفها بكمه، وقال له كيف فقدك لعلي يا ضرار، كيف تجد الألم في نفسك، كيف يعني حزنك علي؟ قال حزن من ذبح وحيدها في حجرها،
فلا يرقأ دمعها ولا يجف لها حزن أو لا ينتهي لها حزن. دمعها لا يجف ولا كأنما ذبح وليدها أو وحيدها في حجرها. من هنا نحن بحاجة إلى أن نقرأ تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن نعرف أنهم كانوا يتعاملون برحمة فيما بينهم، وأنهم كانوا يعترفون لفضل كل منهما على الآخر أو كل واحد منهما على الآخر، وما كان أحد منهم يتطاول على أحد من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروايات التاريخ تؤكد بأنه ما أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تطاول على صحابي لا بكلام ولا بضرب ولا بقتل ولا بذم ولا بقدح ولا بتكفير ولا بتفسيق ولا ما شابه ذلك. ومن هنا هذا درس بليغ لنا بأنه إذا حصل خلاف مع هذه الطبقة المباركة الكريمة فيمكن أن يحصل معنا نحن البشر العاديون، وبالتالي علينا أن نستنى بما كانوا عليه من الأخلاق والفضائل والاستقامة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا الأدب معه ومع سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الأدب مع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، وأن يحفظنا من كل كلمة أو فعل تنال من أحد منهم حتى لا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا سلما لأوليائه حربا على أعدائه، نحب بحبه من أطاعه ونعادي بعداوته من خالفه وعصاه. ربي أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا رب العالمين، ألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا، ووحد صفنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على من عادانا، ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واجزي عنا شيخنا خير الجزاء على هذا السبب المبارك والجمع الكريم في هذا المكان الكريم المبارك العامر بذكر الله، الذي فيه رجال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم إنا نسألك أن تجزيه خيرا، وأن تطيل في عمره مع صالح العمل، وأن تمتعنا به، وأن تمتعه بعافية وصحة ونشاط وهمة ورقي وتقدم، وأن تعيد علينا من بركاته ومدده يا رب العالمين، وأن توفق أعوانه وأحبابه وتلامذته ومن معه في هذه المنارة العلمية المباركة، وأن تبارك في هذا الجيل المبارك وفي هذا الجمع المبارك جميعا، وأن تجعلهم رسل خير يا رب العالمين، وأن تجعلنا جميعا في ميزان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقبولين، وأن تجعلنا قرة عين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تضرب بوجوهنا أعمالنا، وتقبل منا فإنك أنت الرحمن الرحيم. ربنا عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة مغفرتك ورضوانك. إلهنا، إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا ترحم إلا العاملين فمن للمقصرين. أنت ربنا وأنت رجاؤنا وأنت إلهنا، أنت الذي خلقتنا وأكرمتنا، فأدمنا قائمين على الإسلام، ثبتنا مؤمنين، وأحينا مؤمنين، وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، واجعلنا تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وأدخلنا مدخله معه الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. إلهنا، تجد من تعذبه غيرنا، ولا نجد ربا يرحمنا سواك، إذا خفنا منك هربنا إليك، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له حق علينا ومن سلكنا ودربنا ودلنا على الحق والهدى ومن أسدى إلينا معروفا. اللهم آمين آمين آمين. صل يا ربي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطب قلوبنا وشفاء أسقامنا وعافية أبداننا وقوت أرواحنا وغذائها سيدنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المباركين، وعلى صحابته الغر المحجلين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلاة